السلام عليكم أعزائي طلاب الرابع إعدادي، محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الفصل الثالث ألا وهو المعادلات والحسابات الكيميائية. وصلنا اليوم إلى المادة المتفاعلة المحددة للناتج. في المحاضرة السابقة أخذنا حساب كتل المواد، المحاضرة اللي قبلها أخذنا حساب عدد المولات. اليوم راح نحسب المادة المتفاعلة المحددة للناتج. شلون أستدل على هذا العنوان او هذا الموضوع؟ راح يعطيك مساله، شلون راح تعرف انه هاي المساله تخص هذا الموضوع اللي راح نشرحه اليوم بهاي المحاضره؟ طبعا بالسؤال، من تروح على منطوق السؤال راح تلقاه ذاكر لك، يقول لك ما هي الماده المحدده للناتج. شوف هنا كاتب لك ما هي الماده المحدده للناتج، هنا ذاكر لك يقول لك ما الماده المتفاعله المحدده للناتج، وهكذا. فنستدل على هذا الموضوع من خلال هاي الكلمه أو العبارة المادة المتفاعلة المحددة للناتج. يقول لك ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج، هذا أول شيء. ثاني شيء بهذا الموضوع اللي هو المادة المتفاعلة المحددة للناتج، راح نستخدم فقط مولات، عدد المولات، الكتل ما لنا شغلة بها. تمام. يقول لي لتحديد المادة المحددة للناتج عليك اتباع الخطوات التالية. حتى أحدد المادة المحددة للناتج اكو مجموعة خطوات امشي عليها حتى احدد المادة المحددة للناتج. الخطوة الاولى اللي هي نجد نسبة عدد مولات المادة الناتجة الى عدد مولات كل مادة متفاعلة في المعادلة. راح اسوي نسبة مولات نفرض اي الى مولات بي. الخطوة الثانية نضرب النسبة لعدد المولات في عدد المولات. نضرب النسبة لعدد المولات في عدد المولات كل مادة متفاعلة تعطى في السؤال. النقطة الثالثة الأخيرة الناتج الأقل يمثل المادة المحددة للناتج. تمام. أنا هذا الحكي ما راح أفهمه إذا ما طبق عليه مسائل. تعال وياه، عندي مثال 3-7. هذا المثال شو يقول لي؟ يقول لي افرض التفاعل الآتي التيتانيوم، هذا تي آي تيتانيوم زائد Cl2 يعطينا TiCl4 ونعطيك الموازنة مع المعادلة. فإذا تم مزج 1.8 مول من التيتانيوم و 3.2 مول من الكلور، بس مولات دا نحكي بيها من الكلور، ما هي المادة المحددة للناتج؟ استدليت على هذا الموضوع من خلال هاي العبارة المادة المحددة للناتج، رايد من عندي. اقول له الحل، راح امشي على هاي الخطوات وانتبه وياي. الخطوه الاولى نجد نسبه عدد مولات الماده الناتجه الى عدد مولات كل ماده متفاعله في المعادله. راح اقول له نسبه مولات TiCl4 إلى مولات التيتانيوم. نجد نسبة مولات المادة الناتجة اللي هي TiCl4، هاي المواد اللي بعد السهم قلنا المواد الناتجة، والمواد اللي قبل السهم المواد المتفاعلة. نجد نسبة عدد مولات المادة الناتجة إلى عدد مولات كل مادة متفاعلة. عندي مادتين مواد متفاعلة. تمام. فراح اجد نسبة مولات TiCl4 الى مولات Ti، وراح اطلع نسبة مولات TiCl4 الى مولات Cl2. نجي على اول وحدة تساوي لي، ايش قد تساوي لي المولات مالتها؟ TiCl4 ايش كم مول؟ واحد مول TiCl4. التيتانيوم ايش قد؟ هم واحد مول تي اي. هسه اقول له نسبة مولات تي اي سي ال 4 الى مولات هالمرة منو؟ السي ال 2 تساوي لي 1 مول تي اي Cl4. انت تقول نسبة مولات TiCl4 إلى مولات Cl2، يعني Cl4 TiCl4 بالبسط
والسي ال2 بالمقام مو تبدلهن بالمقلوبيه. زين مولات السي ال2 قد؟ 2 2 مول سي ال2. هاي النقطه الاولى انا كملتها. اجي على النقطه الثانيه، نضرب النسبه لعدد المولات في عدد مولات كل ماده متفاعله تعطى في السؤال. راح اقول له مولات سي اي سي ال 4 الناتجه من تي اي تساوي لي. راح اضرب انا اخذت المولات تي اي سي ال 4 الناتجه من تي اي اللي هي هاي، راح اضرب هاي النسبه في شنو؟ في عدد المولات اللي تعطى في السؤال. ايش قد مال تيتانيوم؟ قد تعطيني 3.2 واحد مول تي اي سي ال 4 على واحد مول تي اي في ايش قد التي اي؟ قد معطيني 3.2 3.2 مول مين؟ من التي اي. المول ويا المول اختصرها، التي اي ويا التي اي تروح ويساوي لي ايش قد؟ 3.2 في 1 تقسيم 1 تبقى نفسه 3.2 مول. هاي مولات تي اي سي ال 4 الناتجه من تي اي. هسه طلع مولات تي اي سي ال 4 الناتجه من سي ال 2 تساوي النسبه اللي طلعتها ايش قد؟ 1 مول على 2 مول. واحد مول من تي اي سي ال 4 على 2 مول من سي ال 2 في ايش قد معطيني اياه بالسؤال؟ فاذا تم مزج 1.8 من التيتانيوم و 3.2 من الكلور. طبعا عفوا هنا طلاب غلطت، هنا 1.8 يطلع الناتج 1.8 بالمقلوبة خليتها يلا ماكو اشكال 1.8 هنا قد الكلور 3.2 مول تمام. المول ويا المول تروح طبعا منين؟ من السي ال 2 سي ال 2 ويا سي ال 2 تروح 3.2 تقسيم 2 يعني راح شلون يصير عندي 3.2 تقسيم 2 اشيل الفارزه يعني يصير عندي 32 تقسيم 20. خلينا نقسم 32 تقسيم 20 بها 1 20 بها 2 1 12 تقسيم 20 ما يصير اخلي صفر اصعد فارزه بها ايش قد؟ بها 3 لا بها 6 6 6 في 0 0 6 في 2 12 0 0 0 اذا تساوي لي قد 1.6 مول. خل احوطها باقي طلعت لي 1.8 مول. اجي هسه على الخطوه الثالثه، الناتج الاقل، انتبه الناتج الاقل يمثل الماده المحدده للناتج. عندي هذا ناتج وهذا ناتج، يا الاقل 1.8 ولا 1.6؟ اكيد 1.6. اذا السي ال 2 هو الماده المحدده للناتج. تذكر له بالاخير، ضروري تذكر له، تتحاسب عليه تتنقص، تقول له سي ال 2 هي الماده المحدده للناتج. تمرين 8.3 قل لي ثنائي اوكسيد السيليكون الكوارتز اللي هو الرمل
مادة غير نشطة عادة، لكنها تتفاعل بسرعة مع فلوريد الهيدروجين. نعطيك المعادلة. فإذا أجري التفاعل بخلط 2 مول من HF مع 4.5 مول من SiO2 فرع أليف، ما المادة المتفاعلة المحددة للناتج؟ فرع باء، ما عدد مولات SiF4 الناتجة؟ مدام قال لي ما المادة المتفاعلة المحددة للناتج، إذا أني أعرف الخطوات حل المادة المتفاعلة المحددة للناتج. أجي على أول خطوة، قلنا نجد نسبة عدد المولات، قلنا نسبة نسبة مولات منو؟ اجري التفاعل بخلط 2 من HF و 4.5 من SiO2، راح اجي على SiF4، نسبة مولات SiF4 الى مولات منو؟ HF تساوي لي 1 مول SiF4 وال HF ايش قد؟ 4 مول HF. هسه اقول له طبعا هذا فرع أليف، نسبة مولات SiF4 الى مولات SiO2 تساوي لي 1 مول من SiF4 على ال SiO2 جيت هم 1 مول، 1 مول SiO2 تمام عيني. هسه اجي على الخطوة الثانية، مولات SiF4 هاي الخطوة الثانية، الناتجة من HF النسبة انزلها، جت طلعت لي 1 مول الى 4 مول، 1 مول SiF4 على 4 مول HF في. فإذا أجري التفاعل بخلط 2 مول من HF، إذن ال HF 2 مول عندي، 2 مول HF، المول ويا المول الطير، ال HF ويا ال HF الطير، 2 تقسيم 4 هاي بيها 1 اختصرها، هاي بيها 2، 1 تقسيم 2 اللي هي نص، يعني ايش قد؟ 0.5 0.5 مول هذا الاول، هاي مين؟ من ال HF. زين هسه اطلع مولات ال SiF4 الناتجة مين؟ من ال SiO2. امشي على الخطوات، مولات SiF4 الناتجة من SiO2 تساوي لي، انزل النسبة 1 مول الى 1 مول، 1 مول SiF4 الى 1 مول SiO2 في، مع جيت 4.5 من ال SiO2، 4.5 مول مين؟ من ال SiO2، Si ويا ال O2 هاي تروح، والمول ويا المول يروح، وتساوي لي تنزل هي نفسها 4.5 مول، احوطها. زين اجي على النقطة الثالثة، الخطوة الثالثة، الناتج الأقل يمثل المادة المحددة للناتج، من الناتج الأقل؟ يا
يا الأقل 0.5 لو 4.5 أكيد 0.5. إذن اللي هو الـ HF، الـ HF هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج. ما دام الـ HF هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج، إذا هذا الـ SiO2 دوره انتهى بعد، ما لي شغلة به. زين، أجي على فرع باء. فرع باء ما عدد مولات SiO4 الناتجة؟ إذن راح أحل حل اعتيادي. SiO4 الناتجة مين من الـ HF؟ النسبة هي جيت النسبة الـ SiO4 واحد مول، مول الـ SiO4. زين، والـ HF أربعة، أربعة مول HF. في جيت هنا أنا راح أخذ الاثنين لو الأربعة بوينت خمسة، أكيد راح أخذ الاثنين من الـ HF، لأن هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج. 2 مول من الـ HF، HF ويا الـ HF والمول ويا المول، ويساوي لي 2 تقسيم 4 اختصار، هاي بها 1 هاي بها 2، يطلع احنا اختصرناها هسه سوينا 0.5. 0.5 مول مين من SiO4. تمام، SiO4. اذا هذا هو الحل فرع باء. زين، اجي اخذ سؤال، سؤال 3-4 من اسئلة الفصل. قلت لكم انا بالعادة اسئلة الفصل احلها واحد، بس هذا مواضيع قليلة هذا النوع، عندي بالصبورة الثانية هم اسئلة، فحبيت اجيبه هنا أنا. بس هم راح احله بنهاية الفصل، اسئلة نهاية الفصل هم احله لكم. افترض التفاعل الاتي، تفاعل افتراضي يعني هذا ما له وجود، A زائد B يعطيني C، وموازن لك اياها. ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج؟ ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج؟ قبل يروح ببالي على موضوع المادة المتفاعلة المحددة للناتج، نمشي على الخطوات الثلاثة اللي قلت لك عليها. عند مزج الكميات التالية من A و B، فرع أليف 2 مول من A و 3 مول من B، فرع باء 24 مول من A و 75 مول من B. سهل كل الحل. اجي على فرع الف، اطلع النسبة، نسبة مولات سي الى مولات شنو اي، وتساوي لي واحد مول من السي، والاي جت 2 مول من اي. نسبة هسه مولات سي الى مولات بي تساوي لي السي 1 مول سي، والبي 3 مول من بي. هسه اطلع مولات سي الناتجة من A ومولات C الناتجة من B. مولات C الناتجة من A تساوي لي النسبة، انزلها النسبة جيت 1 الى 2، 1 مول C الى 2 مول بي اي عفوا في
فرع ألف الأي قد مطين إياه؟ 2 مول. 2 مول أي. المول ويا المول يروح، الأي ويا الأي يروح، 2 تقسيم 2 واحد. 1 مول ميش من أي، ماي مولات سي الناتجة من أي. هسه مولات سي الناتجة من بي تساوي لي، انزل النسبة، النسبة مالتي هي 1 مول من سي على 3 مول من بي، في البي قد هنا عندي 3 مول، بي البي ويا البي، مول ويا المول، 3 تقسيم 3 عن بيها 1، 1 مول من ماي مولات، عفوا 1 مول من مولات سي الناتجة من بي. زين هنا من هي المادة المحددة للناتج؟ هنا 1 وهنا 1، الثيناتهم مو هن المواد المحددة للناتج، والثيناتهم هن المواد المحددة للناتج. هذا شوي في الفرق فكرته غريبة. طبعا هيك نوع من الأسئلة يجيبوها بالأسئلة الشهرية واليومية وامتحانات نصف السنة وآخر السنة. فاثنيناتهم تعتبر مواد محددة للناتج، واثنيناتهم أيضا تعتبر مواد غير محددة للناتج. نجي على فرع ب، فرع ب أنا النسب طلعتها، سرح أقول له مولات سي الناتجة من أي ويساوينا النسبة إيش قد طلعتها سي إلى أي؟ 1 مول سي إلى 2 مول أي. في الأي إيش كم مول هنا مطينية؟ فرع باء 24 مول، 24 مول أي. المول ويا المول، الأي ويا الأي، 24 تقسيم 2 يطلع لي 12 مول. هاي مولات سي الناتجة من اي. هسه اخير شيء اقول له مولات سي الناتجة من بي تساوي لي النسبة جد 1 إلى 3، 1 مول سي 3 مول بي، في البي هنا جد 75 مول، 75 مول بي، بي ويا البي، مول ويا المول، راح يصير 75 تقسيم 3، 75 تقسيم 3 بيها 25 مول، 25 مول. زين هنا طلع لي 12 وهنا 25. من هي المادة المحددة للناتج؟ المادة الأقل اللي هي مولات سي الناتجة من أي. إذن أي هي المادة الحددة للناتج، أي هي المادة المحددة للناتج. طبعا هذا السؤال مهم دير بالكم عليه. بقت للصبورة الثانية، خليك وياي. أهلا بكم مرة ثانية. عندي ملاحظة هنا، هاي الملاحظة إلها مثالين حال، سؤال من أسئلة الفصل وتمرين. الملاحظة شو تقول؟ انتبه وياي. إذا طلب في السؤال استخراج مولات المادة غير المتفاعلة، قال لك بالسؤال استخرجي مولات المادة غير المتفاعلة، نتبع الخطوات الآتية. أكو خطوات أتبعها حتى أطلع مولات الغير المتفاعلة. طبعا هذا من يقول لك استخرج مولات المادة غير المتفاعلة، هذا من ضمن يا مسائل، مسائل هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج. راح يعطيك واحد مطلب ثاني يقول لك احسب عدد مولات المادة المتبقية بدون تفاعل. زين الخطوة الأولى نستخرج مولات المادة المتفاعلة الغير محددة للناتج من خلال القانون. مولات المادة المتفاعلة الغير محددة للناتج تساوي مولات المادة المتفاعلة المحددة للناتج في مولات الغير محددة في المعادلة على مولات المحددة في المعادلة.
النقطة الثانية، نستخرج مولات غير المتفاعلة من خلال القانون. مولات المادة الغير المتفاعلة تساوي مولات الكلية ناقص مولات المتفاعلة. هذا الحكي ما راح افهمه اذا ما طبق عليه امثلة. خليك وياي. سؤال 1-3 من اسئلة الفصل، قل لي يتفاعل 1.26 مول من النحاس مع 0.8 من الكبريت لتكوين كبريتيد النحاس اللي هو CO2S. يتفاعل نحاس زاد كبريت يعطيني كبريتيد النحاس. فرع ألف مال المادة المتفاعلة المحددة للناتج، أنا هذا أعرفه وشرحناه بالصبورة الأولى، نفس الخطوات أمشيها. بعدين من أوصل فرع باء يقول لي أحسب عدد مولات المادة المتبقية بدون تفاعل، اللي هي هاي الملاحظة قلتك إذا طلبها في السؤال، استخراج مولات المادة الغير المتفاعلة. شوفوا هنا بس كاتب لك بدون تفاعل، يعني هي غير متفاعلة. قلنا نتبع الخطوات التالية. خلي أجي على فرع ألف خطوة خطوة، خليك وياي. الحل فرع ألف، أقول له نسبة مولات CO2S إلى مولات CO النحاس تساوي لي 1 مول إلى 2 مول، 1 مول من CO2S إلى 2 مول من CO. زين، هسه أقول له نسبة مولات CO2S إلى مولات الكبريت الS تساوي لي 1 مول من CO2S إلى 1 مول من الكبريت الS. زين، أجي على الخطوة الثانية، خما نسيتين مولات C الناتجة من مولات، عفوا CO2S، مولات CO2S الناتجة، الناتجة مين؟ من CO تساوي لي النسبة اللي هي جد النسبة طلعناها 1 مول إلى 2، 1 مول CO2S إلى 2 مول من CO في هنا CO ايش قد مطيني اياه؟ 1.26 من النحاس، 1.26 مول من CO، مول ويا المول، CO ويا CO، راح تقسم لي 1.26 تقسيم 2، الناتج قد راح يصير مالته؟ تعال وياي هنا، 1.26 تقسيم 2، اتخلص من الفارزة، 1.26 عندي مرتبتين بعد الفارزة نزل الصفرين جوا، تقسيم 0، عفوا تقسيم 200، قسم قسمة طويلة، 126 تقسيم 200. ما يصير، اخلي صفر اصعد صفر، فيه ستة، ستة في صفر صفر، ستة في صفر صفر، ستة في 2 12، 1260 تقسيم 1260 تبقى لي. ما يصير، اخلي صفر بس ما صعد فارزة، 600 تقسيم 200 بيها 3، 3 في 200 600، صفر صفر صفر. اذا الناتج مالتي 0.63 مول، احاوطها. هاي مولات CO2S الناتجة من CO. هسه اقول له مولات CO2S الناتجة من S تساوي لي الكبريت. النسبة جد عندي هنا 1 مول من CO2S الى 1 مول من الS، 1 مول CO2S إلى 1 مول من الS في
الكبريت ايش قد مطيني اياه بالسؤال مولاته؟ 0.8 من الكبريت، 0.8 مول من الكبريت، مول ويا المول، كبريت ويا الكبريت، 0.8 في واحد 0.8 0.8 تقسيم واحد يبقى نفس الناتج 0.8 مول. احوطه طلاب يا الاكثر 0.63 لو 0.8. شوف قبل هذا خلى حتى لا تدوخ هنا 0.8 خلى اساوي المراتب، هنا عندي مرتبتين هنا مرتبه، خلى الصفر مول. يا الاكثر 0.80 لو 0.63، يا الاكثر 0.80 يعني الاقل منه 0.63، قلنا الماده الاقل هي الماده المحدده للناتج، اذا السي والنحاس هو المادة المحددة للناتج. السي هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج. هذا فرع ألف وقالي فرع باء، خلنا نمسح هذا. فرع باء، احسب عدد مولات المادة المتبقية بدون تفاعل. شلون احسب مولات المادة المتبقية بدون التفاعل اللي هن مولات المادة الغير متفاعلة؟ امشي على هالخطوات بس لا تكتب القوانين، انت بس تمشي عليها. أقول له مولات المادة المتفاعلة الغير محددة للناتج، عندي احنا مادتين متفاعلة السيو والاس، هاي محددة للناتج، الكبريت الغير المحدد للناتج. مولات المادة المتفاعلة الغير محددة للناتج اللي هو الكبريت ايش قد مولاته؟ 0.8 مولات الكبريت الاس اللي هي المولات المادة المتفاعلة الغير محددة للناتج تساوي لي مولات المادة المتفاعلة المحددة للناتج، ايش قد مولات المادة المتفاعلة المحددة للناتج؟ 1.26 1.26 مول. في مولات الغير محددة في المعادلة على مولات المحددة في المعادلة، مولات الغير محددة اللي هو الكبريت ايش قد؟ 1 على مولات المحددة في النحاس 2 ويساوي لي 1.26 تقسيم 2 قسمناه ايش قد طلعنا؟ 0.63 مول، هذا من الكبريت اللي هو مولات الكبريت. بقت لي اخر خطوه، قلنا نستخرج مولات الغير متفاعله من خلال القانون، قانون مولات الماده الغير متفاعله اللي هي مولات سي اس عفوا مولات الكبريت اللي هي الغير متفاعله تساوي مولات الكليه ايش قد هي؟ 0.8 ناقصا مولات المتفاعله 0.63 ويساوي لي راح تطرح هنا 0.8 0 و 0.63 0 ناقصا 3 ما يصير، هاي يصير 10 دايم منها هاي يصير 7، 10 ناقصا 3 7، 7 ناقصا 6 بها 1 0 0.17 مول. تمام عيني 7.3 يقول لك التفاعل الآتي Mg زائد N2 يعطيني Mg3N2، وعند إجراء التفاعل بخلط 4 مول من النيتروجين مع 6 مول من Mg وبدرجة حرارة معينة، فإن وعاء التفاعل يحتوي على خليط من المواد يتفق مع أحد الأجوبة الآتية أليف باء جيم، واحدة من هاي الأجوبة يتفق معها. زين أجي حل بالتسلسل، طبعا الأجوبة تقول لك غير المتفاعل، من يقول لك غير المتفاعل يعني
الخطوة الملاحظة اللي شرحت لك إياها، بس أنت ما تقدر تطلع غير المتفاعل إذا ما تطلع المادة الغير محددة للناتج. فراح نحل بالتتابع. نسبة مولات Mg3N2 إلى مولات ال Mg تساوي لي النسبة هنا ايش قد عندي طلاب؟ واحد إلى ثلاثة، واحد مول Mg3N2 هنا ثلاثة مول Mg. بعدين يقول لي نسبة مولات Mg3N2 إلى مولات N2 تساوي لي واحد بواحد، واحد مول Mg3N2 أو واحد مول N2. زين هسه اقول له مولات Mg3N2 الناتجة، نكتب هنا الناتجة من Mg تساوي لي النسبة اخليها مالتها قد؟ واحد مول Mg3N2، رتب مثل ما انا ارتب، رتب الحل مثل ما انا ارتبه، ثلاثة مول Mg في مولات ال Mg. هنا ايش قد عندي؟ التفاعل بخلط اربعة مول من الناتجين وستة مول من ال Mg، ستة مول Mg، Mg ويا Mg، مول ويا مول، ستة تقسيم ثلاثة اثنين مول. زين هسه اقول له مولات Mg3N2 الناتجة من N2، انزل النسبة مالتي، واحد مول Mg3N2 واحد مول N2 في أربعة مول من النيتروجين عندي، مول ويا المول، نيتروجين ويا نيتروجين، أربعة في واحد أربعة تقسيم واحد تبقى أربعة، أربعة مول هاي مولات Mg3 الناتجة من النيتروجين. من الأقل طلاب؟ أكيد الاثنين. إذن الاثنين هي الاثنين المتعود لل Mg، ال Mg هي المادة المحددة للناتج. Mg هي المادة المحددة للناتج. ليش؟ لأن أقل، قلنا الرقم الأقل هو اللي يكون المادة المحددة للناتج. زين هو رايد واحدة من هذني الأجوبة، راح اطبق الملاحظه اللي قلت لكم اياها، اقول له مولات الماده الغير محدده للناتج. طبعا هنا قلنا الام جي، الام جي هي المحدده للناتج، الام جي بعد ما لي شغله به، يبقى لي الغير محدده للناتج اللي هو النيتروجين. مولات النيتروجين تساوي لي مولات الماده المتفاعله المحدده للناتج. ايش قد مولات الماده المتفاعله المحدده للناتج اللي هي الام جي؟ ايش قد كانت؟ 6 مول، 6 مول في مولات الغير محدده في المعادله. مولات الغير محدده في المعادله واحد، واحد مول على مولات المحدده 3 مول، مول ويا المول، 6 تقسيم 3 فيها اثنين مول، هاي مولات ال N2. هسه اقول له مولات ال N2
اللي هي الغير متفاعلة المتبقية تساوي لي مولات الكلية للN2. مولات الكلية من للN2 قد 4 مول ناقصا مولات المتفاعلة من النيتروجين قد 2 مول ويساوي لي 4 ناقصا 2. طبعا هنا هيش تكتب 4 مول ناقصا 2 مول يساوي 2 مول اللي هو هذا المادة الغير متفاعلة. لهنا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا. ألتقيكم إن شاء الله في محاضرة جديدة. مع السلامة.